السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام في هذه البلدة الطيبة في الطائف، أحمد الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا، أحمد الله أن جمعنا في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله تعالى لنا ولكم يا أهل الطائف أن يسبغ علينا وعليكم نعمته ظاهرة وباطنة، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، القرآن مليء بالعبر والعظات، وقد تورد هذه العبر والعظات على شكل قصة، فيذكر الله تعالى لنا قصة قارون مثلا ليقول لا تطغوا إذا كثرت أموالكم، ويذكر لنا قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز لينبه الشباب إلى فتنة تقع بينه وبين المرأة إلى غير ذلك. يذكر لنا قصة شعيب عليه السلام مع قومه الذين كانوا يتلاعبون بالمكيال والميزان، حتى يوصل إلينا مواعظ وتوجيهات ورسائل تفيدنا في حياتنا. مما ورد في القرآن من القصص، قصص تتكلم عن الحيوانات. فإذا تكلمت عن سليمان عليه السلام وجدت قصة كاملة وردت عن الهدهد مع سليمان، وكيف مضى الهدهد إلى اليمن ثم وجد امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل الآيات. فذكر الله تعالى لنا قصة هدهد، وذكر لنا قصته مع النمل، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، إلى آخر ذلك من الآيات. جاء في السنة أيضا عدد من القصص والأحكام الشرعية المتعلقة أيضا بالحيوانات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل قد أضجع شاة ووضع رجله على صفحة عنقها بيذبح الشاة، وهو يسن سكينه وهي تلحظ إليه بعينها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تريد أن تميتها موتات؟ أن تريد تقتلها عدة قتلات؟ هل تريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ اليوم أيها الإخوة، مع الأسف ينتشر عدد من المقاطع لتعذيب الحيوانات، تجد مثلا واحد يعذب قط ويصور نفسه ويضحك وهو يعذب هذا القط، أو أحيانا تجد مقاطع في الخارج خاصة لتعذيب الحيوانات حتى قتلها، مثلا الثيران، و يأتي من يصارع الثور ويطعنه مرارا حتى يسيل دم الثور ويموت تعذيبا. طيب هل هذا جائز شرعا أصلا؟ إلى غير ذلك من الأشياء. بل وجدت مقاطع أيضا في بعض البلدان يأتون بالحيوان وهم يأكلون القردة، فالصورة كانت لقرد، ويفتحون رأسه بالساطور، يربطونه على طاولة في النص ويفتحون رأسه بالساطور وهو لا يزال حيا، ويبدأون يأكلون من دماغه وهو لا يزال حيا. طيب هذه الأمور التي بدأ اليوم أبناؤنا يشاهدونها، ما هو موقف الإسلام؟ كيف نتعامل مع مثل هذه المناظر؟
ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بقوم قد جعلوا طيرا مربوطا ويتعلمون الرمي عليه؟ ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ تعالوا نتكلم عن شيء من هذا في قصة سليمان عليه السلام لما قال علمنا منطق الطير وبعض الآداب الشرعية المتعلقة بذلك خلال هذه الدقائق التي معنا. القصص التي وردت في السنة عن الحيوان كثيرة، سأذكر لكم طرفا منها لتكون مدخلا إلى موضوعنا. كان هناك أمة سوداء تدخل على عائشة في المدينة، وكانت كلما جلست مع عائشة وأخذتها الأحاديث والسواليف تقول هذه الأمة ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. وعائشة تسمع هذا البيت مرارا ولا تدري ما هو يوم الوشاح. الوشاح طبعا هو شيء تضعه المرأة على بطنها تتزين به، ويكون من حرير أو أحيانا مطعم بالذهب وما شابه ذلك. فسألتها عائشة قالت إيش هذا يوم الوشاح؟ فقالت هذه الأمة السوداء قالت إني كنت عند قوم في البادية وكنت أمة مملوكة عندهم أخدمهم، فأرادت بنت لهم أن تتزوج، فأرادت أن تخرج لي تغتسل وتلبس ثياب العرس فأخرجوني معها. ما كان عندهم في السابق حمامات في داخل البيوت، فكان من أراد أن يغتسل رجل أو امرأة يخرج من بين البيوت يبتعد عن الناس ويختبئ وراء شجرة أو حجر أو نحوه. فهذه الفتاة أخذت لباس العرس معها، وكانت أعراسهم في ذلك الحين ليست في الليل، يعني ما هو العرس يبدأ بعد العشاء الساعة 9 ولا 10، لا، العرس وفرح العرس والوليمة ونحو ذلك تبدأ مبكرا وينتهي الناس مع غروب الشمس ربما. فهي قد خرجت مبكرة وخرجت معها بلباس الزواج ومن ضمنه وشاح من حرير أحمر مطعم بالذهب. هذا الوشاح هو أحسن شيء بتلبسه في العرس، يعني هو طقم الزواج اللي بتلبسه في العرس، كما لو أن فتاة تزوجت وفي ليلة عرسها ضاع الذهب اللي بتلبسه لوجدت أنها تعتبر نفسها ما تزينت. فلما وضعت اللباس عند الجارية عند هذه الأمة السوداء ودخلت الفتاة اختبأت لتغتسل، فأقبلت حدأة، والحدأة نوع من الطير مثل النسر والقصر والصقر ونحوه. هذا النوع من الطير يخطف الطعام خطفا بسرعة شديدة، فكانت هذه الحدأة جائعة وتدور فرأت حمرة الوشاح، وشاح أحمر من حرير ملقى على الأرض وفيه قطع ذهب كأنه لحم يلمع. فهذه الحدأة رأت هذا الوشاح ظنته لحما، والأمة جالسة يعني تنتظر سيدتها أن تخرج وتلبسها وتساعدها العروس. فأقبلت الحدأة بكل سرعة والتقطت الوشاح وذهبت به. فلما ذهبت بالوشاح خرجت العروس ولبست، بعدين قالت وين الوشاح؟ فقالت الأمة أخذه طائر في السماء، أخذه طائر في السماء، يعني فيه كأنه نوع من الاستهزاء، يعني وإيش اللي جاب الطائر يأخذه؟ قولي إنه ضاع، قولي إني خبأته، قولي اتفقت مع أحد العبيد المماليك يسرقه بعدين نتقاسم. أخذه طائر في السماء، فضربتها ثم صاحت بأهلها وجاءوا أهل الفتاة هذه العروس وجعلوا يضربون الأمة، وين خبأت الوشاح؟ وين دفنتيه؟ وهي تقول والله أخذه طائر في السماء، وهم يضحكون يقولوا أنت مجنونة، أخذ طائر في السماء. تقول وفتشوني حتى خلعوا لباسي، يمكنك خبأتيه في داخل جسمك، ولم يجدوا شيئا. وبينما هم يضربونها وهي تبكي وإذا بالحدأة تأتي فوقهم وهم ينظرون وقد حملته في قدميها وتلقيه عليهم. فلما ألقي عليهم ورأوا فعلا طائرا في السماء قد ألقى عليهم وشاح بنتهم، علموا أنهم ظلموها
فقال والله يعني نتأسف ونعتذر. قالت أنتم ظلمتموني، ما فائدة الأسف والاعتذار؟ فقالوا ما يرضيك؟ يرضيك أن نعتقك؟ خلاص تصبحين حرة؟ قالت نعم. فأعتقوها، فلما أعتقوها خرجت من بلدهم وتوجهت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال إن هذه الأمة السوداء هي الأمة التي وردت فيها قصة أخرى، أن أمة سوداء كانت ماذا تفعل؟ تقم المسجد. يقال إنها هي، وأنها كانت لا أهل لها ولا ولد ولا زوج، فكانت تأتي إلى المسجد وتقم المسجد، يعني تنظف المسجد. ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يراها مرارا ففقدها، فقال لأصحابه أين الأمة السوداء التي كانت تقم المسجد؟ قالوا ماتت يا رسول الله. قال ماتت؟ أفلا كنتم آذنتموني؟ كيف تموت وأنا ما أعلم؟ جرت العادة أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي على من يموت، قد يشارك في دفنه، يعني هو إمامهم، وهو عليه الصلاة والسلام قائد المدينة وهو إمام المسجد. قالوا يا رسول الله ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك. قال لا، دلوني على قبرها. فدلوه صلى الله عليه وسلم على قبرها، فكبر وصلى عليها وهي في قبرها، وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. فهذا مما ورد في صحيح البخاري فيما يتعلق ببعض الأمور المتعلقة بالتعامل مع الحيوانات وأنها تخالط البشر. ولذلك السنة دلت على أن الحيوان له مشاعر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام نهى أن تنحر الشاة وأختها تنظر إليها. ولذلك ما يقع اليوم أحيانا من أنه في مثلا بعض المقاصب أو كذا، خاصة في ولائم الأعراس أو الأعياد، الأضحى وما شابه ذلك، يجمع مجموعة من الغنم ويؤخذ واحدة واحدة وتنحر الواحدة تلو الأخرى. هذا لا يجوز. الأصل أن التي تنحر لا يراها أخواتها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنحر الشاة وأختها تنظر إليها. شوف كيف شدد عليه الصلاة والسلام في مثل هذا. وذكر الله جل وعلا خبر الطير والحيوانات، فقال الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يقول الحسن البصري رحمه الله أما يستحي أحدكم أن يكون الحمار الذي يركبه أكثر تسبيحا منه؟ لأن الله تعالى ذكر أن الدواب تسبح، فيقول الحسن البصري كيف تغفل أنت عن الذكر وتسكت، وربما أن الدابة التي تركبها هي مما يسبح الله تعالى. ويقول الله جل وعلا ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فكل الدواب لها سجود يليق بها، لها سجود يليق بها، بمعنى أنه قد لا يكون سجودها مثل سجودنا نحن، إلصاق الأنف والجبهة بالأرض، لا، لكن لها سجود يليق بها. فإذا رأيت أنواع الحيوانات اعلم أن كل هذه الحيوانات لها تسبيح، كما قال الله تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل واحد من هذه الحيوانات يعرف في داخله طريقة صلاته وطريقة تسبيحه. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأمانة اللي هي عمارة الأرض، يقال إن الله تعالى عرضها على كل المخلوقات أن تصبحوا أنتم الذين تعمرون الأرض لكنكم تحاسبون بعد ذلك، فأبت سماوات الأرض الجبال الحيوانات حتى حملها الإنسان. فلما حملها سخر الله له غيره، فصارت الجبال مسخرة للإنسان، يأتي يهدم الجبل، يسكن فوق الجبل، يدخل في غار في الجبل، الجبل مسخر الإنسان، يكسر حجارته ويبني بها بيتا مسخر الإنسان. الأرض هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، سخر الله تعالى الأرض للإنسان فيزرع فيها ويحفر فيها للماء ونحوه.
لأنه هو الذي هو المسؤول عن عمارة الأرض، وسخر الله تعالى له الحيوانات، لكن كل قد علم صلاته وتسبيحه ولها سجود، كما قال الله تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فذكر الله تعالى أيضا أن الدواب تسبح وأنها تسجد. وكان داود عليه السلام يسبح تسبيحا بصوت حسن، وكان من أحسن الأنبياء صوتا داود عليه السلام. ولذلك لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام تلاوة أبي موسى رضي الله عنه قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني طريقة أدائك وطريقة ترتيلك رائعة، كما كان آل داود يتلون. وجاء أيضا في الحديث أن داود عليه السلام كان إذا تغنى بالزبور، الزبور هو الكتاب الذي أنزل على داود كما أنزل القرآن على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فيقولون كان إذا تغنى بالزبور إذا رتل تأتي الوحش، الوحوش، الأسد والذئاب، وتركن على الأرض، تسكن على الأرض وتبرك على الأرض تستمع إلى تلاوته. يقول: وكانت الطير تجتمع فوقه حتى تظله تستمع إلى تلاوته. لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال الله تعالى: وسخرنا مع داود إذا قرأ وسبح، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، الجبال تسبح مع داود، والطير، حتى الطير تسبح مع داود عليه السلام. هذا مما ذكره الله تعالى من حال هذه الحيوانات. الحيوانات عجماء لا تنطق ولا تكلمنا، لكنها تتفاهم بعضها مع بعض. ذكروا أن سليمان عليه السلام أو غيره ذكروا أنه كان يمشي مع بعض أصحابه، فمر براعي غنم، وإذا شاة من هذه الغنم تلتفت إلى شاة أخرى صغيرة متخلفة عن الغنم وترغي لها بصوت عالي، فقال لأصحابه: هل تدرون ماذا تقول الشاة الكبيرة للشاة الصغيرة؟ قالوا: ماذا تقول؟ قال: إنها تقول: الحقي بنا حتى لا يأكلك الذئب كما أكل أختك عام أول. فجاءوا وسألوا الراعي، قالوا له: هذه الشاة الصغيرة هل هي ابنة لهذه الشاة؟ قال: نعم، هي بنتها. قالوا: هل لها ابنة أخرى؟ قال: كان لها ابنة أخرى ولدتها العام الماضي وأكلها الذئب في هذا الموضع. فهي تتفاهم مع بنتها، تقول: ترى أختك سبق أن أكلها الذئب، تعالي. فقالوا: سبحان من علمك. ثم مشوا مع سليمان، فمروا بامرأة راكبة على بعير، وإذا هذا البعير عليه الرحل، والمرأة راكبة فوق الرحل، والرحل كما تعلمون يصنع من قوائم خشب ويربط بالحبال ويوضع فوقه مثل البساط ويحمل مثل الكرسي ويوضع فوق البعير. وإذا البعير يمشي ثم يقف فجأة ويلوي عنقه إليها ويرغي بصوت عالي، والمرأة تضربه فيمشي، ثم يقف أخرى ويرغي بصوت عالي وتضربه ويمشي. فقال لأصحابه: هل تدرون ماذا يقول هذا البعير للمرأة؟ قالوا: ماذا يقول؟ قال: إنه يقول لها: ويحك، انزع الإبرة التي في أسفل الرحل فإنها تطعنني. الإبر في السابق كبيرة، وغالبا يصنعونها يعني خياطة بيوت الشعار وكذا، فربما كانت في حجم اليد أو نحوه. فلما حملت المرأة الرحل كان قد نشب في الرحل إبرة،
وحطت الرحل فوق البعير وهو بارك على الأرض وربطته، ثم لما ركبت نزل الرحل وضغط على سنام البعير وبدأت الإبرة مع الحركة تطعنه، فهو يقول لها وقفي وطلعي الإبرة. يقول ويحك انزع الإبرة من أسفل الرحل فإنها تطعنني. فجاءوا إلى المرأة وقالوا لها وقفي، فوقفت. ثم بركوا البعير فبرك، ثم أقبلوا إلى الرحل وأنزلوه من على البعير وتفحصوا، وإذا في أسفله إبرة، فأخرجوا هذه الإبرة وأعادوه إلى مكانه. فهذه الحيوانات يعني لها مشاعر، هي عجماء فيما نرى نحن، لكن في الحقيقة يتكلم بعضها مع بعض ويتفاهم بعضها مع بعض ونحو ذلك. بل يقول بعض الصحابة، يقول رأيت وأنا في الجاهلية قرودا ترجم قردة. والحديث في البخاري، قالوا لك كيف؟ قال كنت أرعى الغنم، أظنه بن مسعود رضي الله عنه أو غيره، يقول كنت أرعى الغنم فأقبل قرد كبير معه قردة صغيرة أو أصغر منه، أنثى يعني، فجاءت ووضعت له فخذها واضطجع برأسه عليه ونام. فأقبل قرد آخر فغمزها فنظرت إليه، ثم أخذت حجرا ووضعته مكان رجلها ورأس القرد الكبير عليه وذهبت معه. يقول فواقعها وأنا أنظر، واقعها كما يواقع الرجل المرأة يعني. ثم رجعت وصارت توخر الحجر حتى تضع رجلها مرة ثانية، فاستيقظ القرد الكبير. يقول وجعل يشمها ثم صرخ بالقرود واجتمعوا، وجعل يصرخ بهم، ثم أخذوا الحجارة وأخذوا يرجمونها. هذا في البخاري. فهذه الحيوانات عندها كما ذكرت مشاعر، وعندها أحاسيس، وعندها أنواع وأحكام في التعامل مع بعضها البعض، وعندها ذكاء أيضا في التعامل وفي التخطيط. حتى ذكروا أن القرود مثلا تأتي إلى الجراء الصغيرة التي تولد للكلاب، لما أنثى الكلب تلد جروا 2 3 4 5 إلى آخره، ويبدأ يكبر قليلا، تأتي القرود وتخطفه وتخليه معها وترضعه، تكمل رضاعته حتى يكبر وهو ما يعرف إلا القرود، هذه أمه وهذا أبوه وهذا أخوه. فإذا كبر وصار كلبا متوحشا لازمها وبقي عندها، يعتبر هذول أهله، لكن يفيدهم في ماذا؟ في إيش؟ في حراستها، في حراسة القرود. لو جاء كلب أو جاء ذئب أو شيء بيضر القرود، يبدأ الكلاب هذه 5 6 10 تبدأ تدافع عنها. فانظر كيف تخطط هذه القرود لما يعني تريده بعد فترة. إذن نحن لما نتكلم عن هذه المخلوقات نتكلم عن يعني مخلوقات جاء في الأحاديث والآيات أن لها سجود وأن لها تسبيح، كل قد علم صلاته وتسبيحه، ولله يسجد ما في السماوات ما في الأرض، حتى قال والشجر والدواب، يا جبال أوبي معه والطير، يعني رددي معه وسبحي. وذكر الله تعالى الحكم التي جعلها الله تعالى في الحيوانات، وقال سبحانه وإن لكم في الأنعام لعبرة، لكم حكمة وعظة. إيش الحكمة والعظة؟ نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. سائغا يعني تستسيغه النفوس، ليس فيه رائحة عفنة أو فيه طعم حامض جدا ما تستسيغ ما تقدر تشرب، لا، نحن سوغناه له ويسرناه وجعلنا الحلق واللسان والبطن والأنف يقبل هذا الذي يخرج من بطونها، فيخرج من أدبارها شيء تتقزز منه النفوس، ويخرج من موضع قريب منه
يخرج منه لبن سائغ للشاربين. هذا من نعمة الله تعالى. ولذلك قال الله جل وعلا في الآية الأخرى قال: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته. فأي آيات الله تنكرون؟ كأن الله تعالى يقول: إذا ركبت الدابة أو رأيت الجمل أو رأيت الطير اعلم أنك تتعامل مع خلق من خلق الله له حقوقه عليك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز قتل شيء من الحيوانات صبرا، يعني أن تحبسه حتى يموت ما يجوز. حتى لو واحد فرضا حبس ذئب حتى يموت الذئب جوعا وعطشا لا يجوز، اقتل الذئب عادي أو أطلقه، أما تحبسه حتى يموت جوع وعطش ما يجوز، حتى لو كان ذئبا، حتى لو كان من الدواب التي أمرنا بقتلها مثل العقرب مثلا، والحية تقتل في الحل والحرم، ومع ذلك لا يجوز أن يحبسها يغلق عليها في مكان حتى تموت جوعا وعطشا. لو عندك فأر وجاء الفأر فرضا ولحقته في البيت ودخل تحت الثلاجة، فجئت ووضعت حاجز من هنا وحاجز من هنا وقلت خله لين يموت، وبعد 4 أيام 5 أيام خفض صوته وسكن وفتحت وطلعته بعصا ولا بشيء ميت، نقول لك لا يجوز. لا يقتل شيء، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا، يعني أن يقتل يحبس في مكان ويمنع عنه الطعام والشراب حتى يموت لا يجوز. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها. شوف كيف عذب الله تعالى المرأة بسبب هذه الهرة. وكذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت الجنة بسبب كلب أسقته، فالآن يحذر من أذاها وفي الوقت نفسه يأمر بالإحسان إليها، يأمر بالإحسان إليها في طعامها في شرابها في ظلها في مداواتها لو جرحت أو مرضت أو ما شابه ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له عدد من الدواب وكان لها أسماء، فكان له صلى الله عليه وسلم حمار يركبه أحيانا اسمه دلدل، وكان له صلى الله عليه وسلم ناقة اسمها القصواء، وكانت هذه الناقة ترعى مع بعض الإبل في أطراف المدينة، فأقبل جمع من الأعراب وهجموا على هذه الإبل واستاقوها معهم، يعني نهبوها، وكان من ضمن ما نهبوا امرأة كانت ترعى الإبل وأخذوها معها الإبل اختطفوها. فمضت المرأة معهم ومعهم أيضا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء لأنها كانت من ضمن الإبل. فلما نزلوا في الليل جعلت المرأة تتلفت: هؤلاء ماذا سيفعلون بي؟ وعالجت رباطها وثاقها حتى استطاعت أن تحل وثاقها. لكن الآن لو رجعت مشي يعني ربما تموت جوع وعطش مع كثرة المشي، ويطلع عليها الصبح وبعدها ما تقدر تسرع كما لو أنها ركبت دابة، الدابة أسرع منها والدابة أكثر تحمل للمشي الطويل أكثر منها المرأة. فجاءت المرأة إلى الدواب المعقلة، كل الدواب التي أخذوها عقلوها ربطوها، وصارت تأتي كلما وضعت يدها على بعير لتحل عقاله رغى البعير بصوت عالي، فخافت أن يستيقظوا فتأتي وإلى البعير الثاني حتى أقبلت إلى ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصواء، وكانت ناقة مذللة حسنة المشي، فأقبلت المرأة ووضعت يدها عليها وهي ساكنة، فحلت وثاقها عقالها وهي ساكنة،
ما تكلمت ولا أخرجت أي صوت. ثم ركبت على ارتحلتها على ظهرها وقامت الناقة وتوجهت إلى المدينة وركضت. فالمرأة من شدة الفرح لما ابتعدت عن الناس هم نايمين إلى الآن وأيقنت أنها نجت خلاص. الآن لو استيقظوا على ما يركبون إبلهم وكذا يحتاجون وقت، كل المرأة قطع الطريق يعني ما يقدرون يصلون إليها. وثقت المرأة أنها نجت، فمن شدة الفرح قالت: اللهم إن لك علي نذرا، إن أنجيتني عليها أن أنحرها. حول ولا قوة إلا بالله. الآن الناقة اللي أنقذتك بإذن الله وكانت ساكنة هادئة تنحرينها، هذا جزاءها. ما قالت أن أطعمها، أن أسقيها ماء بعسل، أن أعطيها أكافئها بشيء، لا، أن أنحرها. فرجعت المرأة إلى المدينة، فلما رأى الناس ناقة النبي عليه الصلاة والسلام فرحوا، لأنهم يريدون أن يستعيدوا إبلهم لكن ما عندهم أي دليل وين اللي أخذوا الإبل. فلما رأوا المرأة على الناقة علموا أن الآن هذا أول خيط، يعني ممكن نحن نجد الإبل. فلما أقبلت المرأة أقبل الناس إليها وأمسكوا الناقة، ونزلت المرأة وذهبت إلى بيتها وسلمت على أهلها وأخذوا الناقة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يلبث أن أقبلت المرأة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله أعطني الناقة. قال: لماذا؟ قالت: لأنحرها. حول ولا قوة، تنحرين ناقتي؟ قال: لماذا تنحريها تنحرينها؟ قالت: يا رسول الله إني قد نذرت نذرا، إن أنجاني الله عليها أن أنحرها. فقال عليه الصلاة والسلام: بئس ما جزيتيها. هذا جزاءها، بئس ما جزيتيها، أن أنجاك الله عليها أن تنحريها. يعني كيف تنحريها قد أنجاك الله عليها، أن تنحريها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فهذا أيها الأفاضل أيضا مما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن التعامل مع مثل هذه الدواب. و مما ورد أيضا من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان في سفر، كان راجعا مع بعض أصحابه إما من غزوة أو من سفر، فنزلوا في موطن وإذا بحمرة، حمرة نوع من الطير مثل الحمام ونحوه، وإذا بحمرة تطوف فوقهم وتصيح وتنظر إليهم. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من فجع هذه بأفراخها؟ واضح أنها تصيح فوقكم تبحث عن شيء، ولا يمكن تبحث إلا عن أفراخها عيالها. من فجع هذه بأفراخها؟ قال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله أخذت أفراخها، يعني مررنا بعشها ورأيت الأفراخ وأخذتهم، أخذهم ربما ليربيهم عنده حتى يكبروا فيأكلهم أو يعطيهم أولاده، المهم أنه أخذ الأفراخ. فقال عليه الصلاة والسلام: رد عليها أفراخها، من رحمته بها. وفي رواية أخرى إما في هذه القصة أو في شبيهة لها أنهم لما كانوا في هذا السفر ونزلوا أقبلت طير حمرة تطوف حتى نظرت إلى واحد من الصحابة في حجره الأفراخ، يعني عيالها في حجره يلعب بهم، فأقبلت ورمت نفسها معهم من رحمتها بهم. فهذا مما ذكر أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم طريقة التعامل مع هذه الدواب، ويعلمون أن هذه الدابة كما أنها سخرت لك لكنها مع ذلك قد جعل الله تعالى لها حقوقا على الناس. مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بحمار عليه لبن، كانوا يصنعون اللبن حتى يبنون به البيوت. فمرأة تبني بيتا وتنقل اللبن من مكان إلى مكان، وقد وضعت لبنا كثيرا على الحمار، والحمار يا الله يقدر يمشي،
فأقبل عمر رضي الله عنه وأنزل من فوقه لبنتين، خفف عليه. فقالت المرأة: يا عمر، ما لك ولحماري؟ ليش تتعرض لدابتي؟ ما لك ولحماري؟ أأنت عليه سلطان؟ أنت مسؤول عنه؟ فقال عمر، وكان في خلافة عمر رضي الله عنه، وقال عمر: فما يقعدني عن هذا؟ إيش اللي يمنعني عن هذا؟ والله لو أن بغلة في العراق تعثرت لخفت أن يسألني الله عنها، لما لم تسوي لها الطريقة يا عمر؟ هذا من عظم المسؤولية على الإنسان. يقول: كيف الآن أمامي هذه الدابة؟ هذا داخل تحت سلطاني. لو أن بغلة في العراق تعثرت لخفت أن يسألني الله تعالى عنها، لما لم تسوي لها الطريقة يا عمر؟ الحيوانات جعل الله تعالى لها قدرة على سماع أشياء نحن لا نسمعها. النبي عليه الصلاة والسلام مر وهو على دابته بموضع، وكان هذا الموضع بستان قديم خرب، كما أنك تأتي لبعض القرى مثلا وترى بستانا خريبا، النخل ميت وكذا، يعني غير معتنى به. فاضطربت دابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يسقط عنها، اضطربت وتحركت وجرت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفي هذا المكان شيء؟ في هذا الموضع؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قبور للمشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الدواب تسمع ما لا تسمعون، يعني هي تسمع صراخ، تسمع عذابا، تسمع أشياء الله لم يمكنكم أنتم من سماعها. إن هذه الدواب تسمع ما لا تسمعون. فذكر عليه الصلاة والسلام أنها سمعت شيئا من العذاب في هذه المواضع. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من دابة إلا وهي مصخية سمعها، يعني أنت الآن لما واحد يكلمك بصوت منخفض تجد أنك تصغي سمعك له، ربما تميل رأسك وكذا وتضع يدك على أذنك وتقول: إيش؟ ارفع صوتك شوي. طبيعي تصغي سمعك له. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من دابة إلا وهي مصخية سمعها يوم الجمعة تخشى أن ينفخ في الصور. إذن الدواب عندها مثل هذا، الدواب تحاسب يوم القيامة. ذكر المفسرون عند قوله تعالى: ويقول يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ذكر عليه الصلاة والسلام أنه من أول ما يفصل بينهم يوم القيامة بين الدواب، فيؤتى بالشاة القرناء والشاة الجماء أو قال الجلحاء، الشاة اللي لها قرون والشاة اللي ما لها قرون، يؤتى بهما يوم القيامة في المحشر. فإذا كانت الشاة القرناء قد نطحت الجلحاء، يعني هم في الدنيا في حوش واحد، واحدة لها قرون والثانية ما لها قرون، فالتي لها قرون نطحت الثانية لأنها تدري أنها ما تقدر تنطحها، فيؤتى بها يوم القيامة فيقتص، يجعل للجماء قرنان وتؤمر أن تنطح الثانية، تنطحها حتى تقتص منها، ثم يؤتى بالإبل ويقتص بعضها من بعض، يؤتى بكل الحيوانات في يوم كان مقداره 50,000 سنة ويقتص بينها، ثم يقال لها كوني إيش؟ ترابا. يقال لها كوني ترابا لأن ما عليها حساب ولا عقاب، ما في جنة ونار لها، هي غير مكلفة، كما أن السماء غير مكلفة إلا بالتسبيح والتهليل، والأرض غير مكلفة ما عليها حساب وعقاب، كذلك الحيوانات ما في حساب وعقاب إلا بمثل هذا الاقتصاص منها يوم القيامة. فيقال لها كما قال عليه الصلاة والسلام: كوني ترابا، وتصير تراب خلاص تفنى. وظيفتك اللي في الدنيا خدمة الإنسان، أشياء معينة في الأرض، انتهت الدنيا خلاص، مالك جنة ونار أنت. يقول عليه الصلاة والسلام عندها: يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى لو أنه كان في الدنيا حيوانا حتى لا يعذب يوم القيامة بما سبق أن عمله في الدنيا.
قال ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر في سماع الحيوانات يقول إذا سمعتم صياح الدياكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا فإنها رأت ملكا. قال وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من شره فإنه رأى شيطانا. والحديث في الصحيحين هذا فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عن هذه الحيوانات. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم. وقال عليه الصلاة والسلام لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة وما من دابة إلا وهي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس. لماذا تفزع؟ قال في الحديث الآخر عند أبي داود وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الإنس والجن. الساعة تقوم في يوم الجمعة، النفخ في الصور يكون يوم جمعة، لا يكون سبت ولا أحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خميس، يكون يوم جمعة. فهي تصخي سمعها يوم الجمعة خوفا من أن تسمع شيئا، أن تقوم الساعة. قد يكون أحيانا بعض هذه الدواب يعني يكشف بسببها جريمة يجعله الله تعالى سببا لفضح بعض الجرائم. كان هناك لواء عراقي اسمه محمود شيت خطاب، يمكن بعضكم قرأ له بعض الكتب، يعني له كتب حسنة، من ضمن كتبه كتاب اسمه عدالة السماء، قرأته يعني قديما، وذكر فيه بعض القصص التي شاهدها هو في بعض الجرائم ونحوه. مما ذكر قال إن رجلا كان عنده يعني ينقل الناس بالأجرة من بلد إلى بلد، إما على دواب أو على سيارة أو كذا، فدخل يوما بسيارة كان معه راكب، وهذا الراكب معه فلوس وبينتقل إلى بلد آخر، فدخل معه في مكان كذا في البر، قال معليش أنا بقضي حاجتي، ودخل معه في البر وهذا الراكب ساكت، السواق يقضي حاجته، وإذا به ينزل الراكب بالقوة ويأخذ السكين ليذبحه. فقال له حرام عليك ليش تذبحني؟ قال سأخذ مالك. قال طيب خذ مالي ولا تذبحني. قال لو ما ذبحتك بتفضحني، أنا إيش اللي ضمني ترجع وتشتكيني بعد؟ قال لن أشتكيك أبقني أنا عندي عيالي وزوجتي وأطفال. قال لا الذبح فيك فيك. قال خف الله اتق الله. قال ما فيه. فلما وضعه ليذبحه استسلم خلاص. رأى حمامتين على غصن فقال اشهدا عليه، اشهد عليه أنه ذبحني. هذا ضحك وذبحه وسرق المال، وبعدين صار يعني من أصحاب الأموال وبيت حسن وكذا. يقول فحضر وليمة عند أحد الناس، سبحان الله يعني الدم يلحق صاحبه، وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء، الدم شأنه خطير، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك، يعني الكعبة. فالدم شأنه عظيم. فجالس على الطعام هذا الرجل تاجر اللي هو للقاتل يعني، وإذا بحمامتين مشويتين وضعوها أمامه كنوع من الإكرام له، أنت التاجر لازم نكرمك يعني ونحط كل شيء عندك. فلما وضعوا حمامتين مشويتين صاح وقال والله شهدت، والله شهدت، شهدت، والله شهدت. قالوا كيف شهدت يعني؟ قالوا شهدت، شهدت. قالوا شهدت في إيش؟ فانهار وأعطاهم القصة. قال أنا قبل سنوات وصلت فلان من بلدتنا لما كنت سواق تاكسي، والفلان اللي فقدتوه اللي تقرون والله راح الرجال في تجارة وفقدناه ما ندري وين راح، أنا أدري وين راح، أنا اللي قتلته. واعترف لهم بالقصة كلها.
حتى قبض عليه ونفذ عليه القصاص. فكان محمود شيد خطاب قد جاء عنوان القصة نعم لقد شهدتا، لقد شهدتا، لما قال اشهدي وإذا بها تؤتى، يعني تأتي أمامه فتشهد. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض الآداب في التعامل مع البهائم ومع الحيوانات، من ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم، ما يسمى بمصارعة الديكة، مصارعة الثيران ونحوه، أنه يحرش بينها تتصارع والناس يضحكون. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم لأنه لا فائدة منه، مجرد عبث، هي تتعذب وينقر بعضها بعضا والناس يضحكون، لا فائدة منه. وقد كان الرومان سابقا يحرشون بين البشر مهم بين البهائم، فكان ملك الروماني يجلس في ملاعب الرومان القديمة ولا تزال موجودة اليوم آثارهم، ويخرج بعض الناس اللي عليهم قضايا قتل أو قد حكم فيهم بالقتل، ويأمرهم أنهم كل واحد معه سكين أو معه كذا، يلا تقاتلوا، اللي يقتل الثاني ينجو، وهو يستمتع برؤية المضاربة والدم حتى يموت أحدهما. فكل واحد يحاول يتمس يتشبث بالحياة إذا كان نهي عن التحريش بين البهائم، فما بالك بالتحريش بين الآدميين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم كما ذكرنا، تصبر يعني أنها تحبس حتى تموت جوعا وعطشا. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، دجاجة ما تقدر تطير، فحاطين لهم دجاجة والدجاجة تجري تهرب من الرمي، وهم يترامونها يتعلمون عليها الرمي، ولا لو هي تطير طارت وخلتهم، لكنها ما تطير، وبالتالي هي تقفز يمين ويسار وهم يترامونها، كل واحد يسدد السهم عليها. فقال ابن عمر، لما رأوا ابن عمر تفرقوا، يدرون يعلمون أنهم وقعوا في خطأ، تفرقوا. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لعن من فعل هذا. وفي رواية قال ابن عمر: لعن الله من فعل هذا، ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا. فضل الله تعالى بعض الحيوانات على البشر، فقال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وقال في الآية الأخرى: والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال الله جل وعلا: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يعني كما أن الدابة تأكل هو يأكل، والدابة تشرب هو يشرب، والدابة تنكح وهو ينكح، والدابة تنام وهو ينام. الفرق بينه وبينها أن الله تعالى فضله بالعقل وأمره أن يستعمل هذا العقل في العبادة والاستدلال على التوحيد والاستدلال على عبادة الله، فإذا بالدابة وهي أقل منه عقلا تستدل على العبادة والتسبيح، كل قد علم صلاته وتسبيحه وتسبح وتصلي، وهذا البشر لا يفعل ذلك، فصارت هي أفضل منه عند الله تعالى، ولذلك هو يعذب يوم القيامة وهي لا تعذب، لأنها لا تدخل جنة ولا نار كما ذكرنا. من الأحكام الشرعية المتعلقة بالحيوان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا أيضا في التعامل مع الحيوان، واحد بيذبح له شاة، بيذبح كذا، في طريقة شرعية، لا تذبحها وأختها تنظر إليها، وأحد السكين قبل ما تضجعها، واحرص على ألا تموت هي إلا وهي رويانة بالماء ونحوه. وأذكر قديما لما كنا صغارا وكان الوالد وغيره إذا أرادوا أن يذبحوا الشاة يأتون بماء في سطل وتشرب حتى تروى ونحو ذلك، يعني نوع من التعامل الحسن معها. اليوم مع الأسف مقاطع والله يعني تعلم أنها مخالفة للشريعة في طريقة التعامل مع الحيوانات عند نحرها ونحو ذلك، وأحياناً تنحر بغير الطريقة الشرعية، فالإنسان ينتبه لمثل هذا. حرم الله تعالى
دم الحيوان أن يشرب، كما قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. كيف حرم الدم؟ كانوا في الجاهلية إذا أرادوا أن إذا جاع أحدهم وما عنده أكل يأتي إلى رجل البعير أو يده ويجرح فينطلق الدم فيضع فمه عليه يمصه حتى يشرب الدم ويروى. ويقول بعض الصحابة: أسلمت في المدينة ثم مضيت إلى قومي لأدعوهم إلى الإسلام، قال: فلما جئت إليهم وإذا إناء فيه دم وضعوه، هذا عشاهم، وقالوا: هلم إلى الطعام، يقولون له وهم يأكلونه بأصابعهم الدم، وكانوا يستسيغون هذا يعني. ولا نحن اليوم يعني بمجرد تخيل هذا تجد أنك لا تقبله نفسك، فما بالك باللي قدامه. قالوا: هلم إلى الطعام، فقال: إن الذي جئتكم من عنده يحرم هذا، ما يجوز اللي تفعلونه، إن الذي جئتكم من عنده يحرم هذا. فكانوا في الجاهلية يشربون الدم وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، حرمه الله تعالى عليه. أذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ عبد الله بن جبرين في درسه يوما سئل عن شرب الدم للحيوانات، وقيل له إن بعض أنواع الدواء تؤخذ من دم الحيوان، وقالوا له إن يقال إن معالجة الربو تكون بشرب دم إيش؟ ما سمعتوها؟ دم إيش؟ الضب. فهل يجوز ذلك؟ فقال الشيخ: إذا كان يعني لابد، إذا ثبت طبيا أو بالتجربة أن هذا مصاب بالربو وشربه طاب، وهذا مصاب بالربو وشربه طاب، فيجوز شرب دمه، لكن لا يكون الدم المسفوح. يعني ما هو لما يأخذ الضب بسم الله أكبر وينحر عند الرقبة وينطلق الدم، هذا ما يجوز بالإجماع، لا من الضب ولا من غيره من الدواب المأكولة يعني. لكن إذا سكن الدم وبعدين قطعت وبقى في العروق شيء، ممكن تأخذ اليد، تأخذ الرجل، تأخذ ويعصرها وكذا ويحركها حتى يتساقط الدم في بيالة أو في فنجان أو كذا ويشرب. إيه ما يموت الضب، المهم إذا قطعوا رقبته خلاص. العم يقول بيبطي ما مات الضب. والمقصود أنه إذا كان للعلاج، ولذلك الدم الذي يبقى في الذبيحة بعد موتها جائز. هل لما تنحر الذبيحة وبعدين يحطون المفطح في القدر أحيانا تشوف دم طالع فوق يتسرب من شرايينه، هذا جائز، الدم الذي يبقى في الذبيحة بعد ذبحها. أما إذا كان الدم المسفوح هو الذي لا يجوز. وعموما أيها الإخوة، ترى المسألة أحيانا تخيلات. عندي واحد من زملائي في الجامعة من أهل الشمال وشمال المملكة، يقول كانوا قديما عندنا يعتقدون الشيبان والعجائز أنه إذا عضك كلب مسعور أنك تصير مسعور مثله، وأنه لا يشفيك إلا إذا شربت دم كذا، وذكر إحدى القبائل المشهورة أنك تشرب دم رجل من هذه القبيلة. يقول ما يجوز تشرب دم إنسان، تذبح الرجال عشان تشرب دمه. يقول فأنا كنت صغير ما أفهم هالأشياء، يتكلم عن شيء قبل 40 سنة وخمسين سنة يعني. يقول فجدتي استيقظت يوم وفيها جرح في رجلها، يمكن هالجرح من أمس الليل وما انتبهت أو شيء، قالت: عضني كلب مسعور وأنا نايمة. قلنا: يا جدة ما هو واضح، ما هي بعضة كلب، بعدين بيعضك كلب وانت نايمة ما تصحين، وش هالنوم هذا؟ قالت: لا، إلا عضني كلب مسعور، وتقوم تنبح. يا جدة اذكري الله، قالت: خلاص أنا مسعورة، وقامت تنبح عليهم. يقول: والله أني أسمعها تنبح وأنا ذيك الأيام عمري 4 سنين و5 سنين، وجدتي تنبح في البيت وتقول: بعضكم باكلكم إلى آخره، ولا جيبوا لي دم كذا،
دم وذكرت قبيلة من القبائل. يقولوا وتورطنا بها، شو تعالج ذا العجوز؟ وأظنها ما هي بجدته، الظاهر أنها جدة أبيه، أظنها جدة أبيه كبيرة في السن يعني. أي عم يتشاءمون. صدقت صح، يقول العم كانوا سابقا يتشاءمون، إذا عضك كلب قالوا مسعور. يقول المهم هذه هي جدة أبيه. يقول المهم تورط بها جدي وتورط بها أبوي، هل العجوز اللي انقلبت تنابح في البيت؟ يقول وقال لها أبوي أو جدي أو كذا، قال خلاص أنا بجيب لك دم كذا، أبشر أبا أروح الواحد منهم بخلي يجرح أصبعه ويعصر لي دم واجيبه لك. قالت واو تنبح، ما تقدر ترد عليه إلا بالنباح. يقول والله يروح الرجال عند قصاب، وراح له بعد الفجر وقال له عندك ذبيحة أو ذبحها؟ قال نعم. قال أجل بس أنا معي بيالة، دخلني بس عند الذبيحة معلقة. يقول والله يجي ويحط البيالة ويعصر هالشريان وهالشريان لين جمع لها شوية دم ويرجع لها. قال ابشري جدة، وقالت هو وش يعني وش عندك؟ قال لها هذا واحد من هذه قبيلة كذا، يا الله طاع الله يهديه يعطيني هذا، والله أني عصرت أصابيعه لين عجزت، يا الله شريته بفلوس وتأخذه وتشربه. ثم ذهب ما بها، قامت تعامل عادي وتتقهوى معهم وتسولف وتصلي الضحى. شفيت طبعا في الحقيقة هي ما شفيت بشربها الدم، إنما المسألة عندها تخيل فقط، وهم. اي وهمت، توهمت ان دواي فيها الدم هذا. فترى كذلك لما يقال مثل ايه ظنتي عم من دواها فيه. فكثير من هذه الامور لما يقول لك والله يشرب دم ضب ولا يشرب دم كذا او ما شابه ذلك، لابد ان يثبت اما بالتجربة او يثبت طبيا. يجيك الطبيب ويحلله في المختبر ويقول لك نعم هذا فيه مواد كذا وكذا تساعد في كذا في الشفاء. أما مسألة بس تخيلات، الواحد يقول إذا شرب دم ولا شرب كذا شوفي، هذه تخيلات لا يلتفت إليها. هذا من الأحكام الشرعية المتعلقة بالدم. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حتى في ركوب الإبل يقول عليه الصلاة والسلام إذا سافرتم في الخصب، يعني إذا كانت الأرض خصبة والمطر نازل ومريئة بالزرع وكذا، فأعطوا الإبل حظها من الأرض. البعير يمشي ويشوف هالخضار وده يرعى، فأنت لا تشد على البعير ظلك ماشي. طيب له مشاعر، يشوف الخضار ويشتهي الطعام والمرعى، أعطوها حظها، وقفوا كل شوي خلوها ترعى تشبع. وإذا سافرتم في السنة، السنة يعني في الجدب، إذا سافرتم في الجدب يعني في السنة، فأسرعوا عليها السير، لأنها تبغى تقطع المسافة حتى تقف في مكان وتأكل. فهذا أيضا من ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل معها. لا يجوز إيذاء الحيوانات، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توسم في وجوهها. الوسم تعرفون الوسم أكيد، هو علامة توضع على البعير ليعرف، يصير واحد عنده 10 من الإبل، 20-30-100 أو قبيلة معينة، حتى لو البعير اختلط بغيره أعرف هذا بعير بالحديد، ويسمونه يحطون وسم معين، علامة ولا رقم ولا شيء، يعرفون هذا وسم الفلان. ايه احسنت، العم يقول كل قبيلة لها وسم معروف. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه، شوف احترام حتى احترام الدابة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه. وكان السلف رحمهم الله تعالى يراعون مثل هذه المشاعر. ابن القيم رحمه الله ذكر عن جمع من السلف أنهم كانوا إذا جلسوا للطعام ورأوا هرة تحد النظر إليهم، تنظر إليهم، أنهم كانوا يلقون إليها شيئا ويقولون إن لها عين، أنها قد تصيب بالعين. فعلا الناس قاعدين يأكلون وشيء ينظر إليهم وهو جائع أشد الجوع، ما
ما يضرك أنك تأخذ ولو من بقايا طعامك وتعطيه له، تعطيه بأسلوب مناسب، لأنه أيضا إذا رميته في التراب يمكن ما يقدر يأكله، لكن يعطى بشكل مناسب يستطيع أن يأكله به. هذا أيضا مما يتعلق بالتعامل معها. هناك عدد من المعجزات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم المتصلة بقصص عن الحيوانات. من ذلك الحديث الذي في مسلم عن المقداد رضي الله تعالى عنه، يقول رضي الله تعالى عنه: جئت المدينة أنا وصاحبان لي، فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد، ما في أحد ضيفنا، يعني قال تفضلوا ويعني عشاء وبيتوا عندي وكذا. وكان في السابق لا يوجد أماكن للناس يأوون إليها، يعني شقق أو فنادق أو ما شابه ذلك. فيقول ما آوانا أحد، فجئنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسكننا في بيت. هذا البيت فيه ثلاث عنزات، قال: يا مقداد، احلبها كل يوم واشرب أنت وصاحباك واجعل لي قسما، احفظ لي قسم أجي وأشرب أنا في الليل عشاء يعني. يقول: فكنت في كل ليلة أحلبها وأقسمها أربعة أقسام، أشرب أنا وصاحباي ثلاثة أقسام ويبقى قسم أغطيه إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويكشفه ويشرب يعني. يقول: فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي، تأخر، وضعت رأسي على وسادتي لأنام وأنا قد شربت قسمي وصاحباي قد شرب. يقول: فلما تأخر صلى الله عليه وسلم قلت في نفسي: لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بعض الأنصار فتعشى، فهو ما يحتاج هذا القسم اللي باقي، يمكن نتعشى. فقلت: لا، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائع ولا يجد يعني لبنا يشربه، لا والله. يقول: فجلست قليلا ثم قلت: ما هو تعشى أكيد، ما تأخر لهم تعشي. فلم تزل بي نفسي حتى قمت إلى الإناء وكشفت غطاءه وشربت اللبن اللي هو قسم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما استقر في بطني حضرني ما قرب وما بعد، ندم، وقلت: الآن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائع ثم لا يجد اللبن فيدعو على من شربه، أنا وش اللي خلاني أشرب؟ يقول: فذهبت ووضعت رأسي على وسادتي وأنا خايف وغطيت الإناء. يقول: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، يعني لا يزعج اللي نايم ويسمع من كان مستيقظا حتى يرد السلام. يعني كان يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: فسلم وجعلت أنظر إليه بعيني في هالظلام، والبيت صغير أصلا يعني. يقول: فتوجه إلى اللبن، فعلمت أنه جائع وأنه بيشرب هاللبن يروح بيته، يعني ما هي هو حط هالعنزات له يعني يشرب هو أهله، بس الآن كثر خيره اللي أكرمكم وحطكم في هالمكان. يقول: فلما كشف الغطاء في الظلام وأخذ الإناء ورفعه لم يجد فيه شيئا، مخلص، هو كل ليلة يلقى فيه، فوضعه ثم رفع يديه يدعو. يقول: فقلت في نفسي: الآن يدعو على من شربه، يدعو على من شربه. يقول: وإذا به صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، يا ربي اللي بيطعمني أو يسقيني أطعمه واسقه، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. المقداد من شدة حرصه على أن يصيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قفز من مكانه، يدري ما في حليب، ويأخذ السكين ويتوجه للعنزات، بيذبح وحده ويطبخ في هالليل، وهي ليست له أصلا، لكن من شدة حماسها تصيبه الدعوة
يقول: فجعلت ألمسها لأنظر أيها أسمن قبل لا ينحر. يقول: فلمست الأولى ولمست جوانبها، فمرت يدي على ضرعها تحت، وإذا هي حافل يعني مليء الضرع باللبن، لا يمكن أنها يجتمع اللبن وأنا توني حالبها. يقول: فعجبت، وجاءت للثانية ولمست ضرعها إلا مليان لبن، والثالثة إلا مليان لبن. إي والله. يقول: فمضيت إلى إناء كبير، والله ما كنا نظن أننا نستطيع أن نملأه، إناء كبير لا يمكن يمتلي. يقول: فحلبت من الأولى وحلبت من الثانية وحلبت من الثالثة، ثم جئت باللبن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وحطيته قدامه، فلما رأى اللبن كثيرا تعجب، قال: يا مقداد، أما شربتم لبنكم الليلة؟ غريب يعني، هذا كيف اجتمع؟ قلت: اشرب يا رسول الله. قال: ما الخبر؟ قلت: اشرب ثم الخبر. قال: ما الخبر؟ يعني جاوبني، من وين؟ كيف هاللبن؟ انت ما شربت، ما حلبتها اصلا قبل يعني. قلت: اشرب ثم الخبر. يقول: فشرب صلى الله عليه وسلم ثم اعطاني اياه. هو حتى عليه الصلاه والسلام ما هو بشاربك كله، يبقي لي ولصاحبي. قلت: اشرب. قال: ما الخبر؟ قلت: اشرب ثم الخبر. يقول: فشرب مرة أخرى ثم ناولني إياه. قلت: اشرب يا رسول الله. قال: ما الخبر؟ ليش يعني تتلزم علي؟ طيب ما هم في ناس قلت: اشرب ثم الخبر. قال: فشرب حتى روي ثم أعطاني إياه فشربت الباقي، ثم وضعت الإناء وضحكت حتى وقعت لقفاي، شدة الضحك طاح على ظهره. فقال عليه الصلاة والسلام: إحدى سوآتك يا مقداد، يعني هذا مقلب من مقالبك، إحدى سوآتك يا مقداد، ما الخبر؟ قال: فقصصت عليه الخبر. يا رسول الله، أنا حلبت لكن هذا الحليب شربت القسم الخاص بك، وبعدين ظنيت أنك ذهبت إلى واحد من الأنصار وأنك تعشيت عندهم، لكن لما جئت يا رسول الله وإذا أنا تورطت وقمت والله بأنحر لك واحدة من يعني هالدواب، لكن يسر الله وصارت كلها مليانة. غريب، أنا مستغرب كيف اجتمع الحليب. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه بركة من الله، هذا لبن مبارك، يعني هذه بركة من الله، أفلا كنت أخبرتني؟ يا ليتك أخبرتني قبل لا نشربه حتى نوقظ صاحبيك، يشربون معنا من هالبركة، حتى أوقظ صاحبيك. قلت: يا رسول الله، والله ما علي، إذا أصابتني البركة وأصابتك من فاتت بعد ذلك من الناس، أهم شيء أني أنا شربت من بركة وأنت شربت وصاحبي خلهم على جنبه. هذا مما ذكره أهل العلم يعني فيما يتعلق بحقوق ما أمر الله تعالى به من هذه الحيوانات والتعامل معها ونحو ذلك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تؤمننا في ديارنا، اللهم احفظ المملكة وأهلها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم أسبغ علينا نعمتك ظاهرة وباطنة، اللهم أسبغ علينا نعمتك ظاهرة وباطنة، واحفظ جميع بلدان المسلمين من كل سوء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن توفق ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفع بهم العباد والبلاد، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واشملنا برحمتك ومغفرتك وإحسانك وفضلك، اللهم أحسن نياتنا وذرياتنا، اللهم اجعل أولادنا لنا قرة أعين،
اللهم اجعلهم لنا قرة أعين، اللهم احفظهم من صحبة الأشرار، اللهم احفظهم من التدخين ومن المخدرات ومن جميع الأشرار والآفات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.